تلعب السلطة التشريعية دورا رئيسا في دعم اقتصاد مملكة البحرين، وقد ساهمت عبر دوراتها السابقة في صياغة العديد من التشريعات والقوانين التي ساهمت في تعزيز البنية التشريعية المعززة للحركة التنموية والاقتصادية. دور هام تلعبه السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تعزيز الاستثمار بمملكة البحرين عبر اقتراح القوانين التي تساهم في دعم وتطور المملكة من الناحية الاقتصادية والمالية والصناعية والمصرفية. ويضم مجلس النواب في لجانه النوعية الدائمة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والتي تختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية. ويعمل المجلس الوطني على تقوية البنية التشريعية المعززة للنشاط الاقتصادي من خلال سن تشريعات توازن بين مطالب المجال التجاري والصناعي ومطالب العمال والأجهزة الحكومية من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة تخدم جميع الأطراف. سن التشريعات القانونية المعنية بالشأن الاقتصادي من قبل المجلس الوطني سيؤدي بلا شك إلى وجود مناخ قانوني ملائم يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم القطاعين الصناعي والتجاري تعزيزا لمسيرة الوطن الاقتصادية نحو النمو والازدهار.